ونسوي اللي كنا نبي نسوي، صح؟ هاي الاستخدام اللي الحين انا استخدمته لكم، المثال اللي اعطيتكم اياه هو مثال الاسئله اللي قاعد اقول لكم هل جاتك فرصه وضيعتها. هذا المثال من اكثر الامثله اللي لو استخدمها المحاضر ياثر على الناس، يسمونها الدراما. اعطيكم مره ثانيه، اعيد لكم الموضوع. الدراما شنو يعني؟ ان انا اسوي شيء درامي من حدث. فهي سألت السؤال، قالت احيانا تيك فرص وتضيع، فقمت سألت سؤال يضرب على الوتر. وبطريقة الإلقاء شلون كانت؟ شلون لقيت السؤال؟ كم مرة في حياتنا ضاعت منا فرصة؟ كم فرصة راحت من حياتنا؟ لاحظوا طريقة سؤالي في دراما، بس هاي من أقوى الأساليب للشد، لشد الانتباه. لو تبي تشد انتباه حد ابدأ في الدراما معاه، صدقني ما راح يضيع من قدامك. اكتبوها. نرجع على الحظ. انت اذا تبي تصنع الحظ لازم تكون مستعد. الاستعداد يبين لك ويعدل لك وايد اشياء في حياتك ويخليك انسان ناجح في حياتك. تبي تنجح في حياتك استعد. تبي تصير مدرب تتكلم مع الناس استعد. تبي تستعد شلون؟ هاي السؤال للحين نبي نشتغل فيه ونكتب أفكار كيف نكون مستعدين، ولكن على شكل مجموعات. يعني هالمجموعة، هالطاولة هي مجموعة، وهالطاولة هي مجموعة، وهالطاولة هي مجموعة، وكل طاولة هي مجموعة، وكل المجموعة بتتشارك وتطلع أفكار كيف نكون مستعدين للتدريب. مثلا أكتب والله أحضر في موضوعي، أعطوني أفكار زيادة. طيب فكروا، نبي ناخذ 5 دقائق، وهذه الـ 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 العملية هي عملية مشاركة بين الموجودين في القاعة. أنت كمدرب لازم أنك تستخدمها. كيف تكون مستعد للتدريب؟ ما هي الأمور التي يجب أن تفعلها لتكون مستعد في التدريب؟ فأخذوا 5 إلى 10 دقائق تناقشوا واكتبوا أفكاركم. بدك تستعمل الوايرلس ريموت موجود على